بأولى محطاتنا لليوم مع مشروع بوصلته الحفاظ على الأيقونات التراثية التي رسمت هويتنا عبر التاريخ. اليوم عبر سلسلة من الورشات التدريبية يلي عم بتتم المساهمة فيها من أجل الحفاظ على الأيقونات البيزنطية والموزيك الحجري والخشبي إضافة إلى الفخار والخزافة. سلمى، والورشات بدأت بجهود مجموعة من الشباب الموهوب والمحترف في الفن والنحت، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتنمية المستدامة الذي تقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو. ونحكي أكثر عن هدف هذه الورشات والشباب المشارك فيها. معنا بالاستوديو الصباحي لليوم مرهف أبو حرب، مدير المشروع. يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ مرهف. صباحكم يا رب. بالبداية خلينا نحكي عن المشروع، وأيضا خلينا نحكي كمان عن البرنامج الوطني للتنمية المستدامة. طبعا البرنامج الوطني للتنمية المستدامة للحرف التقليدية طبعا أطلقته وزارة السياحة الشهر الماضي بعيد الجلاء، وهو مستمر إن شاء الله ل 27 بالشهر الحالي. طبعا هذا المشروع يتضمن ورشات تدريبية مجانية للجيل الجديد على الحرف التقليدية الآلي للاندثار. طبعا هدف من المشروع هو خلق وحماية، أول شيء حماية الصناعات التقليدية الآلي للاندثار. يعني احنا عندنا بتعرفي الصناعات التقليدية تبعنا تراثية، يعني خصوصا التراثية، خوفا منها من الاندثار. فلحنا مبدأ الدورات التدريبية هي تعليم الجيل الجديد على هذه الحرف ليتم توارثها من جيل إلى آخر. نعم. ضمن أحسن ما تضيع وتندثر. أكيد، يعني في كتير مهن عم نشوفها إنه هلأ صفت قليلة. قليلة تمام. يعني طبعاً بسبب الظروف اللي صارت هلأ ببلدنا، إن شاء الله الله يفرجها علينا وترجع. معناته كان الأب هو يعلم ابنه، يعني هي كانت الشغلة إنه أساسية. إحنا ما ضامنين إنه الأب دائما، إذا الأب علم ابنه ما ضامنين إنه ابن كمان يعلم ولاده، فلحنا بدنا نضمن هالحالة ما تندثر هالحرف. طبعا بجهود مشكورة اليونسكو، طبعا وزارة السياحة أطلقت مشروع بالتعاون مع اليونسكو عن طريق اللجنة الوطنية السورية لليونسكو. هذا المشروع طبعا قدمتنا منحة، هذه المنحة كتير معقول، $20,000. يعني دعم، هو بشكل عام دعم لهذا المشروع. طبعا هذا المشروع كان مجاني للدورات التدريبية، ما في بيدفع عليه، بالإضافة إلى كل متدرب بالنهاية الدورة راح ياخذ شهادة، وكمان بده ياخذ مكافأة مالية إذا كان طبعا قدر يعمل شيء بهالدورة. نعم. طيب أستاذ مرهف، خلينا نحكي عن دور شيوخ الكار اللي كمان كان لهم دور كبير بالإشراف على الشباب الجديد يلي عم يتدرب واللي عم يتعلم هاي الحرف. نحن وقت اخترنا الموضوع اخترناه انه نحن ما رح نجيب اي شخص يدرب، بده يكون اول شيء حرفي ماهر، لانه نحن هي امانه بايد بعناقنا. فنحن دورنا طبعا على شيوخ الكار، هن الاساس بعنا بالشام، هن تقريبا بيطلعوا شيء مبدئيا شيء 32 38 شيخ كار بالشام. هن طبعا هلا بدنا نعمل طبعا بحث عليهم بالمحافظات. هدول الشيوخ الكار هن العمالقه الحرفه بهالمجال. فنحن عم مثل واحد عم ياخذ الموضوع من المصدر، من النبع. فكتير كان صدى حلو ونجحنا بتميز، انه طبعا من خلال انا عم اعمل استقراء للمتدربين اللي عم يشاركوا بالدورات، كلهم مسرورين، حتى حابين انه عم يطالبونا انه اذا في امكانيه نعمل دورات جديده بعد هالدوره، لانه كثير في اقبال كان عنا كبير من الشابات والشباب لهذه الدورات. اقبال كبير جدا ما توقعنا، يعني وصل ل 250 خلال فتره قصيره جدا. قديش في شغف انه في شغف العالم لتعلم الحرف التراثيه العريقه. يعني هي الورشات انعشت اليد الفنيه اكيد. بالضبط. يعني كيف تم اختيار الموضوع المهن التقليديه؟ يعني منين نبعت هيدي الفكره وليش تم اختيار هدول القصص بالذات؟ طيب هلا احنا اول شغله من استراتيجي وزاره السياحه، اللي احنا من اهدافنا الاساسيه الساميه انه حمايه الحرف التقليديه التراثيه. فما انه مشروعنا
حقق هذه الاستراتيجية، فأكيد نحن قدرنا نعمل شيء بهالموضوع. هلأ الموضوع الحرف التراثية معروفة، يلي واحد باحتكاك معه فمعروفة، هن عندنا تقريبا نسبة منيحة، مثلا عندك العجمي، عندك البروكار الدمشقي، عندك الرسم على الزجاج وتنزيل من على الزجاج، عندك الموزايك الحجري، موزايك الخشبي، عندك الأيقونات البيزنطية، أكيد. عندك يعني هدول المعروفين، الفخار والخزف، هدول الحرف التراثية العريقة. النقش على النحاس. بالضبط، هي الأعمال النحاسيات والنقش على النحاس، وطبعا احنا مشهورين بهالمواضيع كلياتها لأنه مختصة فيها سوريا، خص نص بهالمواضيع. طيب استاذ مرهف، هل دورة واحدة ممكن تكفي للتأهيل، ام انه هذا المشروع وخصوصا باعتبار اخذ عنوانه التنمية المستدامة، شو الخطوات الثانية رح تتبعوها؟ الخطوات الثانية طبعا احنا اول شيء ما رح نعلمهم من الف للياء، بدنا نعلمهم الف للباء. طبعا هلا الشخص بقى بدنا نعمل، احنا ندعمه بدورات ان شاء الله مقبلة لهذه الدورة. طبعا انا جهزت رأسا الدورة المقبلة بعد هذه الدورة ان شاء الله. ان شاء الله، بس نخليها نخليكم اياها مفاجاه بعد هالدوره مباشره. في دوره بس ممكن جزء توقف فتره لرمضان كريم، بعد رمضان كريم ان شاء الله بنريد نرجع نتواصل بدورات جديده. طبعا هاي الدورات الجديده بدها تكون دعم وصقل مواهب الاشخاص اللي عملوا الدورات التدريبيه الاولى. تمام، يعني في استمراريه. في استمراريه طبعا، في استمراريه، لانه في كثير تفاجئنا بهالاقبال الفظيع، اقبال فظيع. يعني هي الخطوه بدات بهذا المجال، وانت مثل ما حضرتك حكيت انه انتم مستمرين في افكار ثانيه كمان انتم حابين تعملوها او تخطوها. طبعا احنا هلا في شغله لكم، انه مشروعنا مو بس عباره عن دورات تدريبيه مجانيه على الحرف التقليديه، في عندنا كمان ندوات هلا بعد العيد بدنا نطلقها ان شاء الله، دورات منها مثلا التطوير وخلق مصممين مو بس حرفي، بده يكون مصمم مبدع. طبعا المصمم المبدع شلون بنقدر نحصل عليه؟ نحصل عليه بعمليه لقاءات، من خلال لقاءات بين الحرفيين المبدعين اللي هن المهره هدول والمصممين الفكر. تمام، فنعمل بهالحاله شو بنساوي؟ ابداع وفكر. طبعا نحصل على منتج، هذا المنتج فيه طابع تراثي ونفس الوقت فيه له صفة معاصرة، مشان الجيل هذا الجيل يتقبل تراثنا ما يمل. طبعا احنا لانه تعرف الجيل هذا غير افكار الجيل القديم، فالجيل هذا بدنا نعطيه تراثنا بطابع عصري. تماما، بقيمة طيب مضافة يعني. طيب استاذ مرهف، بما انك حكيت عن هذا الموضوع، اكيد في شباب من فئات مختلفة كانوا موجودين، قد ايه عدد الشباب اللي هن يمكن خلينا نقول مجالاتهم العلمية مثلا قريبة من هذا المجال، فنون جميلة، عمارة داخلية، عمارة عادية، او في شباب هن بعد مجالهم العلمي ولكن حبوا يتعلموا؟ بالضبط، احنا تفاجئنا انه في عندنا كثير طلاب جامعة باختصاصات، مثلا على سبيل المثال عندنا طلاب جامعة من النحت. هدول اختصاص نحت، في اقبال فظيع من طلاب قريب بس مجالهم قريب مجال. مثلا في عندنا مثلا الهندسه العماره والفنون الجميله، كثير صار اقبال على العجمي لانه هي رسم نباتي على الخشب. هندسي. رسم نباتي على الخشب، طبعا في توكاد، في رسم على التوكاد، بعدين في تدريب بدهم يشفوا على الكلك، بعد بتعرفي انت الى اجراءاتها، في رسم حلو ورسم بينمي مهاراتهم كطلاب هندسة. فمن جميع المجال، حتى في عنا مثلا الكروشيه والتطريز، في عنا كمان في ناس فنون نسوية بتعرفي كمان حابين، كثير في عنا نساء خاصة بنات حابين يتعلموا الكروشيه، يتعلموا التطريز. ففي عنا شرائح كثير استقبلناها بهالورشات التدريبية، مو بس طلاب جامعة، حتى فئات الشعب كلياتها، الكبير والصغير، البنات، حتى في بنات كبار كمان حابين يرجعوا يتعلموا هي الحرف. فكثير تفاجئنا بهالاقبال الكبير على، وهذا شجعنا طبعا، شجعنا انه نعمل ان شاء الله دورات جديده معهم.
يعني هذه الورشات قديش فتحت آفاق وقدرت يعني تخلي الشباب المبدع يجتمع بالضبط. ليتعلم هيدا المهن التقليدية. يعني التعاون طبعا كان في تعاون مع اليونسكو ودعم منهم، قديش هذا الشيء ساهم بأنه هذا المشروع ينجح؟ طبعا احنا دعمنا كان كثير حلو، وبس كمان استفدنا من خبراتنا، يعني خبرات طبعا خاصه شيوخ الكار. هدول شيوخ الكار اللي هن دعموا المشروع لابعد الحدود، فالحمد لله قدرنا نستفيد من خبراتهم ومن اصالتهم في الوطن، انه ما راحوا تركوا البلد، بل ضلوا صامدين بهالظروف اللي عم تعصف بلادنا. هذا كثير نجح المشروع، انه الشيوخ الكار حصرا او بسمون عمالقه الحرف. تماما، يعني نحن اكيد بنفتخر بكل شيوخ الكار وبنوجه لهم تحيه، وخصوصا انه ابداعهم ما كان فقط بسوريا، هن كانوا سفراء لنا بكل قطعه بيصنعوها. قريبا كان عندنا سفراء بالهند وبالجزائر، حاليا عم بيشاركوا بمعارض. خلينا نحكي عن هذا طبعاً. الموضوع، هل في شيء عم تخططوا للمشاركه بمعارض خارجيه طبعا مثلا؟ احنا هلا احنا اول شيء كنا عندنا مشاركات، بتعرفي اكيد في كان معرض الهند، وبعت قسم من وحاليا الجزائر. الجزائر هلا طبعا هلا الجزائر ان شاء الله ل 13 شهر بيكونوا موجودين عندنا ان شاء الله. طلعوا الشيوخ كار وطلع من عندنا نسبه منيحه من الحرفيين المهره طبعا. بس احنا اللي عم نعاني منه هلا المعارض بشكل عام ما عم تجي مجانا، فلذلك في اقبال شوي خفيف. العاده كان في دعم من برا، انه يعطونا دعم، مثلا دعم مادي، كمثلا على اقل شيء مثلا بطاقات طياره، حجز ومع الاجنحه. هيك عم بنلاقي ومع في ذلك تمثيل في تمثيل الحمد لله، لان الخارجية. وعم ناخذ جوائز، مو بس انه تمثيل. هلا بالهند بتعرفي اكيد سمعتي الجائزه الاولى، الجائزه الاولى. وهلا الجزائر كمان عم تتواصل مع الحرفي عدنان تنبكجي، الحمد لله كمان اخذنا الجائزه الاولى كتمثيل سوريا في المعرض تبع الجزائر، معرض الجزائر الدولي. يعني قديش النجاح السوري طبعا هيك بيعطينا دفع، بيعطينا أمل. طاقة لأنه نحن نقدم الأفضل. قديش هذا الشعور، يعني عم نشوف في نجاحات، في إبداع سوري. طبعا كمان بنوجه له تحية للفنان عدنان، هو دائما بيكون معنا بآخر أعماله، نحن دائما بنتابع معارضه. هناك إبداع سوري، قديش بيعطيك دافع؟ طبعا إبداع، لأن هذا بيأكد أنه السوري وين ما حطيتي بيقدر الحمد لله يعطي بصمة، هاي البصمة وله مكانته. وان شاء الله بده يرجع مثل الاول واحسن، بعد ما هيك ان شاء الله الله هيك يفرج عن هالبلد، ونقدر نقول للعالم كله انه سوريا ما زالت تنبض بالحياة وستبقى تنبض. نعم أكيد. أستاذ مرهف، خلينا نحكي يمكن عن أهم المجالات أو الحرف اليدوية أو التقليدية اللي حضرتك ساهمت بجزء كبير منها أو كنت على اطلاع بتفاصيلها، ويمكن مع الأيام كمان رح تخصها بجزء معين ضمن المشاريع التنمية المستدامة. طبعا احنا أول شغلة عم نحاول قدر الإمكان نسلط الضوء على الحرف اللي هي التراثية الأصيلة. مثلا هلا في عندنا مثلا البروكار الدمشقي، البروكار الدمشقي معروف لدينا انه تميزه في الشام حصرا. يعني لو ما رحت لأي بلد مثلا المغرب بيقولوا مثلا مرجوع للشام، مشتهرة فيه البروكار. هلا عندي القاشاني كمان، هي كمان حرفة، هي الحرفة بتميز الشام مثل ما هي إلى صبغة للشام، بلاد الشام، مثل ما بالتركية كمان في إلى صبغة بالمغرب العربي ومصر. فبس لكن الشام إلى صبغة بتختلف عن مصر، بتختلف عن بقية البلدان. ففي عنا دائما بنركز نحن على الشغلات اللي بتخصنا بشكل جوهري. قلت لك قاشاني مثلا، الخزف، الرسم على الزجاج، كثير هي الحرفه اللي احنا كسوريين متميزين فيها بشكل عام. وفي ابداعات خاصه تنزيل الميناء على الزجاج، طبعا اكيد بكون شوفوها هلا ان شاء الله بالمستقبل بمعرض دمشق الدولي، رح تشوفوا ابداعات بتنزيل الميناء على الزجاج ان شاء الله. ان شاء الله يا رب بتتوج شغلكم كله بالنجاح وتلاقوا ثماره. كلمه ممكن تختم فيها حديثك وبتحب توجهها لكل مين عم يتابعنا هلا؟ طبعا احنا هلا انا دائما بقول الله يسلم كل صوت عم تدعمنا، تدعم الحرف، تدعم الحرفيين،
وبوجه لكل الجهات المعنية بالحرفيين انه هدول الحرفيين هن الكنز الحقيقي لنا، ولازم نحافظ عليهم وندعمهم بشتى الوسائل. وطبعا خاصة هلا في مجلس، بتعرف مجلس شيوخ الكار طب صار، ويعني هذا مجلس شيوخ هو بادرة جيدة جدا. احكي لنا شوي بس عن مجلس شيوخ الكار. طبعا مجلس شيوخ الكار طبعا هو مجلس كثير كان بادرة جيدة من الاتحاد العام للحرفيين. نعم. المجلس وطبعا اخذ دعم من الجهات العليا في الدولة. طبعا هو هذا المجلس هو راح يأسس شيء اسمه مكتب التراث، ويأسس شيء اسمه الحاضنة السياحية، وبده يأسس شيء اسمه الأكاديمية الأسد للفنون الحرفية. هدول طبعا هدول دعم كله للحرف والحرفيين. نعم. طبعا هن الأشخاص أنا على تواصل معهم بشكل مباشر، هن بالفعل مؤهلين أنه يكونوا شيوخ كار، لأنه أول شيء الشيخ الكار مو بس لازم يعرف الحرفة، لازم يكون يتقن الأدب والتعليم والأخلاق العالي. مو إذا كان ما عنده أخلاق بس عنده حرفة ما بنستفيد منه، لازم يكون أول شيء يعلم ليقدر يعطيها بشكل بالضبط. صحيح أول ما يعلم لازم يكون عنده، يعلمه للأدب، يعلمه شلون يتعامل مع العالم، يعلمه شلون الاحترام الصغير وتجليل الجلال الكبير، طبعا ان يعني يحترم الكبير ويعطف على الصغير. فاذا كان متكبر مستحيل يقدر يعمل شيء. فانا احتكاك مع هدول كثير اشخاص محترمين، وعندي امل كثير كبير انه يعملوا شيء طبعا للبلد. نعم استاذ مرهف، خلينا نحكي كمان اليوم في مهن كتير مثل ما حضرتك قلت مهددة بالاندثار ببداية حديثنا، وبترجع هذا الشيء ل مو بس سبب الظروف الحالية اللي نحن فيها، بسبب وجود فقط أشخاص معينين على طول زمان أو عائلات معينة عرفت بتمسكها بهذا الموضوع. حاليا هاي الورشات أو اللي عم تقوموا فيه ممكن ينقل هذا الشيء لأشخاص تانين، لشباب تانين، ولكن خلينا نحكي شوي عن أهمية استمرارية هذا الموضوع. قد ايه لازم يكون في عنا مثل ما قلت يمكن مجلس يعنى بهذا الموضوع لحتى هاي المهن ما تندثر بزوال شخص معين. أنا ما بخفي عليك، أنا أول شيء عانيت بهالموضوع حصرا في بعض الحرف عم يحاولوا قدر الامكان انه ما يتمسكين بهالحرفه، ما عم يعطوها غير للعيله تبعهم ولاولادهم. فحاولنا بشتى الوسائل انه نقنعهم انه هذا بلدنا، وهذا الحمد لله تجاوبوا اخر شيء بعد معاناه. طبعا احنا هلا وصلنا معهم لوصول انه نقدر يقدروا يعملوا يعلموا، فهي كثير انجاز عظيم بالنسبه لنا. انا بعرف ما في اذكر اسمائهم، بس عانيت بهالموضوع حصرا. انت حطيت ايدك على الوجع، في لهلا عنا عيال او متمسكين بحرفه محدده كثير صعبه انه يعطوها لحدا، كثير صعب. فقعدت انا معهم قعده طويله، اعداد طويله كثير، تعذبت حتى قدرت تقنعهم انه يعلموا هالحرفه. الحمد لله جاوبوا كثير معي خلال الدورات، وقدرنا نوصل وعم يعلموا هلا، يعني فيكم تعملوا استقراء على اللي تعلموا هالحرفه. كثير انا تفاجأت الحمد لله، وهي صار عنا شعور باطمئنان انه هالحرفه ما راح تندثر وما راح تروح الزول ان شاء الله. يعني بنتشكر وجودك معنا، بنتمنى لكم التوفيق والنجاح. استاذ مرهف ابو حرب مدير المشروع يلي كان لاقى كثير اقبال ونجاح، يسعد صباحك. شكرا لحضورك. شكرا كثير. شكرا لكم. شكرا لك استاذ مرهف. شكرا لكم. يا اهلا.